احنا ساحة التبادل التجاري جاي نعمل الان فعالية واحدة اللي هي فعالية دخول وخروج الشاحنات. لازم ساحة التبادل تنقل من الجهة المصدرة الى الجهة المستوردة، مو الجهة المستوردة تروح للجهة المصدرة. هذا يصب بمصب تصعيد ايرادات الدولة. والان الساحة عدد التبادل التجاري بجانب الايراني وليس بجانب العراقي، وسابقا كانت هاي القاع يعني هاي المساحات بدون ترتيب بدون كذا. الان نظام خدمات بها، كل جميع محتويات نقل الساحه متواجده عندنا بالجانب العراقي. احنا بالجانب الايراني ما مرتاحين، عداله ماكو، سيارتك ما تقدر تعرفها مفتحه يعني تنباق. والله هاي مال برنامج 40، احنا بالنسبه للخضره برنامج 40,000، العمال كل واحد يريد 2003، يعني بس الاذيه، الله شاهد بس الاذيه. والزرع اذا ما توقف عليه ينباق يبوقونه، واذا ما سد بابك يعني بالضيم بالضيم متاذين. عداله هناك ماكو اصلا، يعني شلون اقول لك، شلون ما اقول لك، يعني شلون ما اقدر اعبر، ما تجي السالفه. يعني هناك الايرانيين قلت لك البوق والله مستمر، ما تقدر تعرف سيارتك فتح. احنا هناك بالجانب الايراني هناك عندنا هواي قاعد نعاني من مشاكل، يعني اول شيء ازدحامات هناك، ثاني شيء ما عندهم اسلوب بيانه، ثالث شيء قاعد ياخذون من عندنا جبايات لا اراديه بدون ما لها لا موقف ولا هاي. هناك عندهم قبان 10,000، برنامج 26,000، الشفر 3,000 دينار، عندك بالباج اذا ما مطلع باج ياخذ 4,000 دينار، وبالاضافه بعد هاي يجي كلف. هناك عندهم الحراس 1000، 500، 1000، 2000، ما تعرف شنو. وهاي كلها معاناة السائق. انا امس هاي جيت من حي صناعي مكسور عندي ورقه، ليش؟ من يد ازدحامات صاحبي قدامي دست بريك طقت عندي ورقه، ورحت تدرب كل سيارتي عاطله تطلع. اي تطلع هواي، وحتى مره اعتدوا علي هم جماعتي اهل التاكسيات يبيعون علي على السواق، وهاي يعني هم اعتدوا علي حتى يجروا سكينه يعني. بس ويا من تحكي ماكو، ولا واحد يردك، ولا واحد يقول لك تعال، ولا واحد يقول لك احنا نشكيك.